سعت حاضنة الأعمال التابعة لمركز المؤسسات والأعمال السوري أحد أذرع الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بتحويل أفكارهم المبدعة إلى منتج له قيمة تسويقية مادية تنعشه وتنعش أسرته وتخلق قيمة مضافة في سوق العمل. بمشروع اسمه English Simple Language، وكان كتير ضروري إنه يكون آخذ الاسم من يعني المسمى مطابق للاسم. عملنا على دمج اللغة الإنجليزية بطريقة كرتونية، وتم طرحها بطريقة كتير إنها تكون سيمبل، بحيث إنه يعني عفوا من أجهل طفل باللغة للطفل العالم تكون هي عم تلبي كل هي الشريحة بكل حالاتها. نحن بسوريا سابقا كنا نعمل بشكل عشوائي، ما كان في عندنا شيء تخطيط لأي مشروع من مشاريعنا، عبارة عن مكاتب هندسية موزعة، كل من يعمل لحاله. حاليا نحن بالحاضنة عم ناخذ أعلى مستويات العلم بالتطوير العقاري بالتخطيط الهندسي. نحن ممكن نسوق نفسنا كشركة، كيف ممكن نحن ننفذ المشاريع على المستوى العالي. الحاضنة التي بدأت عملها منذ سنتين في دمشق احتضنت حتى الآن 30 مشروعا في مجالات مختلفة، واستطاعت تخريج شركات ناجحة طبعت بصمتها في السوق، وتتجه إلى فتح حاضنات مماثلة في كل من مدينتي حمص وحلب، وتقدم خدماتها في بيئة بعيدا عن الأبواب المغلقة لخلق جو مناسب لرياديي الأعمال على الابتكار. من إيماننا بأهمية العمل الفردي وريادة الأعمال بالمجتمع، وأهمية تأمين فرص عمل لسواء شركات جديدة أو أفراد لا يعملوا ضمن شركات جديدة. خدماتنا بتمتد تقريبا على مدار سنة لكل من الشركات المحتضنة. الخدمات الهدف منها هي ردم الفجوة ما بين ما يتوفر لدى ريادي الأعمال من موارد وما ينقصه. فنحن بنقدم خدمات التوجيه والنصح، التدريب، التأهيل، الوصول إلى مصادر التمويل، الوصول إلى شبكات العلاقات والشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الاستفادة من الحاضنة نفسها كمكان فيزيائي لممارسة أعمالهم واعتبارها عنوان للشركات اللي هي بقيد التأسيس. ويخضع المنتسب إلى الحاضنة إلى عملية فلترة قاسية من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين، ويفضل القائمون على الحاضنة المشاريع التي ترتكز على فكرة ابتكارية وإبداعية وعلى العامل الذاتي للشخص، بحيث يكون متعلقا بفكرته ومتحمسا للعمل على تنفيذها. لذلك يعزز الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته التمويلية من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية وحضورا في السوق السورية التي تشهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة. سمر إزمشلي لبرنامج أوروبا جارتنا، LBC دمشق.